رح نشيلهم عن النار، نطبخوا منيح. نحنا بحاجة هلأ لوعاء معقم نضيف وناشف. إذا بدكن فيكن تحطوه بالفرن لحتى ينضف ويتعقم منيح حتى بعدين ما ينتزع المخلل. إذا بدكن كمان فيكن تعقموا هيدا الوعاء بالمي المغلية، بعدين رجعوا حطوه بالشمس لحتى يجف منيح. وهلأ بدنا نشيل قطع الجاكا يلي طبخناهن كتير منيح، منحطهم بقلب الوعاء بهالشكل. وهلأ اكتبوا المكونات وطريقة تحضير الطبق. لتحضير هالمخلل نحن بحاجة لكيلو جاكا مقطعة ومسلوقة، نص كوب فلفل أخضر، كوب ملح بحر، ملعقتين كبار زيت، ملعقتين كبار بذور الكمون، ملعقتين كبار بذور الخردل، كوب ورق الكزبرة المقطعة، نص ملعقة صغيرة مسحوق الكركم، 3 ملاعق كبار عصير الليمون الحامض، 3 ملاعق كبار خل.